مشاهدينا، وللحديث أكثر عن ملف المغيبين قسريا في العراق ومآلات مصيرهم وسط تصاعد التصريحات بحقهم، معنا من عمان الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي الأستاذ عمر العجلوني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. يعني بعد هذه السنوات، لماذا ترفض السلطات الحكومية الاعتراف بأن الميليشيات هي من مارست عمليات الإخفاء القسري والاعتقالات الجماعية ضد آلاف المدنيين؟ يعني في الحقيقة فإن السبب وراء ذلك يكمن بأن سياسة التنصل للمسؤولية فيما يتعلق بملف الإخفاء القسري هي سياسة عابرة للحكومات المتعاقبة. نعم. ذلك لأن الأذرع النافذة لهذه الميليشيات ما زالت تؤثر بتعطيل عملية المحاسبة والكشف عن مصير المغيبين قسريا. يعني وهذا ما لاحظناه مؤخرا من خلال ردود شخصيات محسوبة على هذه الميليشيات على التصريحات التي أطلقها الرئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي. طيب، بعض من يعتبرون أو يعتبرون أنفسهم ممثلين عن المحافظات المنكوبة بدأوا يروجون إلى وجوب أن ينصب الجهد حاليا باتجاه تعويض أهالي المغيبين. يعني ألا يعد هذا محاولة لتمييع القضية وإنهائها بتخادم حزبي؟ يعني هذا الأمر يعني يجب أن يعيدنا إلى أصل المسألة. نعم. نحن نتحدث عن قضية إنسانية بالمقام الأول. هذه القضية يجب أن تكون خارج إطار المساومات السياسية. نعم. فهي تتعلق بحياة عشرات الآلاف من المواطنين العراقيين. يعني ولا شك بأن التعويض سيكون جزء من الحل، ولكنه لا يمكن أن يكون هو وحده الحل. هنالك عملية محاسبة صارمة يجب أن تتم لمحاكمة المتورطين، إضافة إلى خطوات أخرى. ولا يمكن اختزال فاجعة بهذا الحجم بمجرد التعويض المادي. طيب، بالمقابل لرفض الميليشيات إطلاق تسمية المغيبين وتقول إن هؤلاء دواعش تكفيريين، لا يمثل هذا اعترافا ضمنيا بأنهم حصلوا على رخصة لقتلهم والتنصل من المسؤولية تجاه هذه الجرائم الفظيعة؟ يعني هو رفضهم هذا هو امتداد لتورطهم الواضح في تغييب هؤلاء المواطنين، ولا شك بأن هنالك جهات منحتهم ضوءا أكثر لذلك، ويجب أن تتم محاكمة جميع حول المتورطين بدون استثناء. بالمقابل أيضا القضاء، يعني إلى أي مدى يتحمل القضاء في العراق مسؤولية تأخير البت بالشكاوى المرفوعة من قبل أهالي الضحايا المثبتة بالاسم وتاريخ ومكان الخطف والتغييب؟ يعني ألا يجعله أيضا متواطئا ويرسخ أكثر سياسة الإفلات من العقاب؟ يعني إن عملية الإفلات في هذه عملية الإفلات من العقاب في هذه الجريمة تحديدا تبدأ من الناحية التشريعية. نعم. حيث لا يوجد هنالك تشريع تجريمي مستقل يمنح الغطاء القانوني السليم لمحاسبة المتورطين. نعم. بدون تعريف قانوني لجريمة الاختفاء القسري يصبح دور القضاء الذي يعاني من التدخلات أصلا أكثر ضعفا. طيب، هل تتوقع أن يتحرك ملف المغيبين في العراق قسريا بعد زيارة اللجنة الأممية؟ وما هي الخطوات من وجهة نظركم العملية المطلوبة لإنصاف الضحايا وذويهم، لا سيما أن هناك إلى الآن سجون سرية ومعتقلات مكتظة بالسجناء في العراق؟ يعني بعد التصريحات الأخيرة للرئيس البرلمان التي عقبت زيارة اللجنة الأممية، من الممكن أن يتحرك هذا الملف. وأما فيما يتعلق بالخطوات العملية، ابتداء من الضروري أن يتم التعاون مع هذا الملف بشكل مؤسسي متخصص. نعم. عبر إنشاء هيئة وطنية خاصة بهذه القضية يناط بها عدة أمور، أولها تشكيل فرق مختصة للكشف عن المقابر الجماعية والحصول على رفات الضحايا من خلال إجراء فحوصات الحمض النووي بالتعاون مع جهات وزارات العلاقة. هذا طبعا بالإضافة إلى الشروع في عملية المحاسبة الصارمة والفعالة، والتي يجب أن تكون محددة بإطار زمني وبإشراف أممي منعا من حدوث أي تدخلات، وذلك لغايات كشف المتورطين في هذه الجرائم ومحاكمتهم. نعم. وإيقاع الجزاءات القانونية لحقهم. ولهذا أصريتم كمرصد أورو متوسطي على أن يكون التحقيق بملف المغيبين قسرا في العراق بإشراف أممي. نعم، نحن كنا مصرين على هذه النقطة لأننا نلاحظ قصورا حكوميا عاما في التعامل مع مختلف ملفات حقوق الإنسان، من النازحين لقتلة المتظاهرين لقضايا التهم الكيدية والمغيبين قسرا وغيرها. والدور الأممي من المأمول منه أن يتصاعد باتجاه أكثر فعالية خصوصا بعد الزيارة. نعم.
أستاذ عمر، هل تسمعنا؟ نعم نعم. طيب، البعض يرى أن إخفاء هذا العدد يأتي ضمن أجندة الأحزاب لإحداث تغيير ديموغرافي في العراق، وهي جاءت وفق عمل منظم. هذا أيضا من ضمن الاحتمالات التي تطرح، ولكن علينا أن نركز على عملية المحاسبة. عملية المحاسبة المؤسسية الفعالة هي من تثبت كل هذه الشكوك وكل هذه الأمور. نعم. إذا لم نركز على القضية الأساسية فندخل في دوامة لا نهاية لها. نعم. من عمان الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي الأستاذ عمر العجلوني، شكرا جزيلا لك.